السلام عليكم، معكم سلطان. اليوم نحن في موسم الرياض، وتحديدا في الرياض بوليفارد. عندنا تحدي في 5 مطاعم، حنجمع لكم ابو 10-15 الف سعره. مستعد؟ انا لا بس يلا نروح اول مطعم. نبدا في اول مطعم لبناني اللي هو بيتي كافيه من عندنا يا اخي. يلا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اتس طه مجي تايم. في كاتشب كلايم كاتشب. هذه ابو بدينا بطاطا حره. والله فيلي كماما انت ما بتتاكل هيك. ها كيف بتاكل؟ كانوا عارفين طيب انه بالخبز او شيء تصعد عليه ليمون. ايه ليش بصير تتكلم لبناني كمان؟ بدل ما تجيب خبز. طب انا بدي اياه بدون الخبز. لا ما بينفع ما بينفع ما بينفع ما بدي اتكلم بالخبز. ليه؟ هي هيك اصولها. يس. البطاطا الحرة تفوز. الله. في صحن لحم نية؟ بكره؟ لا هي مشاكل تتاكل لأنها صغيرة. أنا ما باكل لأنها صغيرة. الله. أنا فرحنا. بعيد يا جماعة الخير، المنظر هنا في نافورة قدامك، الأمور مرة طيبة، الطقس جميل، والهلال فاز بكأس آسيا. مبروك للهلال صفقة. هات 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 العلم هات العلم. سايلنت يا ماما سايلنت. احنا في مطعم ولا فين؟ شكرا شكرا. ماني هلالي بس مبروك للهلال، جود جوب والله. يلا نبدأ بالمشاوي. طوق توم توم توم. لا يا ابوي انت كل شيء تخربها. انت ترى انت بتدخل الاكلات في بعض يا اخي. ليه يا اخي؟ الكاتشب ما يتاكل مع كل شيء، والتوم ما يتاكل مع كل شيء. طب شوف 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 اللقمه دي، بطاطا حره مع كاتشب، ورب النعمه تفوز. دوق دوق. وعيه بطاطا حره تاكل بالعيش باللبنان. حتى مدير المطعم جابوه بلبنان، الاخ علي حبيبي. تفضل تفضل حبيبي. صحتين عالبك. نورتونا. باكج لبناني 1000. نفس اللي بلبنان؟ نفس اللبنان اكيد. ما بيتغير؟ ما بيتغير. نفس الطعم؟ ما بيتغير، بس تغير علينا شيء واحد. ايش؟ انه شفنا الحبيب. حبيب قلبي، يعني ما في داعي نروح لبنان خلص. خلص نحن جينا. حبيبي نورتنا. شكرا. ترى احنا بس قاعدين نصور لكم المطاعم، بس هو موسم كامل متكامل. ترى في مدينة ألعاب خيالية هنا ما هي موجودة في العالم، فنحن بس ده اختصاصنا، عشان كده قلت الإحساس فلة وأكل. ومعلومة بسيطة يا جماعة الخير، ترى في البوليفارد موجود 7 مطاعم، نحن بس حنجرب فيها 5 مطاعم، غير الفود تراك، غير الفود تراكس، غير أماكن البيتزا، غير أوف ريحتك لوبيا كول. اعتقد ان انتم مدوجينها شويه. ايش الحموضه؟ انت ملك الحموضه عاد. ايوه. لا 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 ما يقدر. اوه لا حامضه كثير. خلاص باقي حبتين ما صح. لازم تاكل. اوه يجوع يجوع مستحيل. انت ما سووها كده للناس، مرة حامضة. لا 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 لا. تخيلتي. صحتين. صحة صحة. اتفضل. خلاص اخر واحدة اخر واحدة اخر واحدة اخر واحدة. حطها في فمك. غير غير غير. طيب طيب.
ترى يا يا ذس از ماي فريند ما شاء الله. اول مطعم اللي بعده وقبل احبك كنت انا احب الرياض. ودحين جينا على المطعم الثاني زودياك ومعانا الشيف هنا حيفتح لنا اللنكة. ايش فيه؟ مطعم ايطالي. طيب ايش يعني؟ قول لهم ايش؟ اجواء ايطالية. طيب اسكيوزي مو؟ اسكيوزي مو؟ لا لا ايش اسكيوزي مو؟ اوريهم الشمع. شاف الشمع جيدا. شاف الشمع. يلا هاو ار يو؟ ماي نيم از سلطان. سيليوس. 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 وات يو ونت تو دو؟ ذيس از لامسانك. لامسانك. ذيس از جريك تراديشنال ريسيبي. اوه يوناني. يوناني. يس يوناني. يا نهار اسود. اوه انتوا شايفين الهرجة؟ لا هم ما هم شايفين. الله 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 الله. We cook this one potatoes, cheese, dry tomato, only dry tomatoes. Okay. And lamb shank. Thank you. الله. مطعم ايطالي على يوناني ديكور وبطل يفوز جابونا هو من بلده الى بوليفارد الرياض. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص قلناها ايش مره ثانيه والله. اي كل مطعم جو ثاني. الحين احنا في ايطاليا دقيقه بس اسمع. ايه ما ينفع هنا. بالعكس مره ينفع. بسم الله الرحمن الرحيم. طاحت مجه تايم. ايش بك الصحون اول مره كده صحون. هذا صوته. شوف اللحمه ماني شايفها ده. شوف اللحمه كيف تتفكفك. شوفوا اللحمه كيف يا رب. يا جماعه الخير شكونوا في الصوره يفكوا من الساعه 2 لين 4 الفجر يا جماعه الخير. لا هذه حلوه. هذه مره حلوه. ودي اقول قصيدة مو في هذا المطعم، في المطعم السعودي. تخيلت زي ما قلت لكم يا جماعة الخير كل المطاعم فيها أجواء موسيقية ولكن إحنا عشان قاعدين نصور وقفنا لا 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 دي كاميرا تفوز. صح؟ هذه كاميرا لوحدها كلام. يا جماعة الخير موسم الرياض يفوز والله العظيم. في كل معنى الكلمة. أنا بفكر أطلع الرياض كل ويكند. ليه؟ من كثر ماني مبسوط يعني. أباكم تتخيلوا انه كل الاكلات هذه اللي حناكلها اليوم تحطوها في طاوله واحده. انتوا كده حتعرفوا انه هي كميه كبيره، مو تقولوا لي انتوا حاطين صحنين ثلاثه في كل مطعم، عدوا الصحون. صح ولا لا؟ صح. الكونسبت اليوم عدوا الصحون. اي والله. قولوا انه فقره حقه كم صحن اكلنا؟ اي. ظهرنا العالم وهذا اخر طبق. اسمه ريش مع بيستو صوص وماش بوتيتوز. يا هلا. سلطان طبعا كالعادة راح يفن وصابني اكل لحالي. ترى الموسم الرياض فيه اشياء مرة كثيرة. هو كل ما تيجي النافورة لازم يطلع يصور له سنابتين ثلاثة. نروح نجهز الدجاج ونجيكم. ايش هذا؟ هذا ما تاكل. هذا تشوف انا حدوق ونقوم المطعم اللي بعد. لا والله مع نفسك. مع نفسك. انا كيف ابين لهم هو؟ ببين لهم هو. ابغى واحد الله يخليك. سري. خلصنا الاجواء اللبنانية، الاجواء الايطالية، الاجواء الاغريقية، الاغريقية واليونانية. يونانية. الاجواء اليونانية، خلينا اوريكم ايش باقي اجواء في موسم الرياض. الله حافظ. ها؟ ما خلاص. وانت ما حتخلص. وصلنا عندنا يا جماعة. ايش بك؟ لا انت مرة تيجي عند المسجد تسوي لي كذا. هذا مرة مو هنا.
بعد بعد اللبناني والايطالي واليوناني جاء وقت السعودي والنجدي تحديدا يا جماعه الخير. نحن في مطعم الدراعه. انا اول شيء ببدا هنا في الجريش. ليه؟ انا بصب الجريش. انت خذ الجريش يا جماعه الخير، سمبوسه كبسه عشان تعرفوا السعودي لما يتفنن. هنا 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 يعني ايش اطالع فيك ولا لا؟ هنا هنا طب هنا غمس. ليه غمس؟ هذا شطه. لا والله ما هي شطه. شوف 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 هو صرت شهي. ايوه تعرف لو طلع شطه حنكم. ما هو شطه ابن الحلال، ما هو شطه دب. بسم الله الرحمن الرحيم. اتش طعم الجزائر. معلومه بسيطه يا جماعه الخير، كل العاملين في المطبخ حريم فيستاهلوا صفقه من بدايه الحلقه. المرقوق يفوز. هذا ورق عنب بس ما هو ورق عنب، كبيبة حايل. والله زوجتي المستقبلية الله يعينك، عاد أنا دوك تأكل مرة كثير ما أعرف إيش حتسوي ولا تسوي. زرعنا فرحنا بذرة. حيو 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 حيو، أنت راح تبخرني مرتين، مرة الحين وبعد ما أقول لك قصيدة حتجي تبخرني ثاني. أنت هلالي؟ نعم. أنا أهلاوي بس مبروك. والله الله يعينك. حنقسم الطاولة دحين عشان نعرف كل واحد إيش حياكل. أوكي، تأكل رز، تأكل هذا، تأكل هذا، وأنا حساعدك بدي. حقوم أغسل وأجي أقول القصيدة. ودي أقول قصيدة. يقول الأيام هذه غير وكلامي ذا لازم تحفظونه، من وسط الرياض بقول شعري وركزوا فيه مضمونه، فعاليات ومناسبات في موسم ما راح تنسونه، تنظيم واحتراف بمستوى ما قصر تركي لا تلومونه، تعب فيه وجاب البعيد هنا وخلى العالم يزورونه، صارت بلدنا مقصد للسياحة والفرح فيه مضمونه، ما راح أطول عليكم وكفاية كل اللي تشوفونه، موسم الرياض صار كل العالم يقولونه، أبهرهم الشيخ بأفكار إبداعية ومجنونة، من بعد توجيهات ابن سلمان جعل تسلم عيونه، والله يديم علينا سلمان وولد سلمان وتركي بعيونه دقيقة حمستني زيادة، ونشوف بلدنا فوق كل العالمين ونصير مكان يقصدونه. طب ليه أخذت الجريش؟ إيش دخل الجريش؟ والله يفوز، والله يفوز. نكتب لكم والله والله قوم صفقة. هذه حلوة. صرنا محط الأنظار، تحقق حلمي يا كبرى، زرعنا فرحنا. This is my friend. قد يا أجيب الحلا وأرجع لكم. أكلت كثير اليوم مرة، دائما أكل أكثر من سحس. أنا اليوم ما أقول ولا شيء. جينا وقت الحلا يا جماعة الخير، عندنا كيك التمر، كليجة، قرع، كليجة، زعفران، سافران، زعفران جدك، زعفران، محلة وجبنية. أنا أتحدى بنات اليومين دي تعرف تسوي واحدة منهم، لو في أرسل لي إيميل حتجوزك. أنا داري ما في. أنا حبدأ بالبومكن باي. بومكن باي إيه اسمه قرع، الله يخسك قرع. بومكن باي إيه. أنا حبدأ بالزعفران. لذيذ. طب ليه سموه قرع؟ سمي 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 عشان القرع الصلع؟ طب هذه ثقيلة. أنا عارف هي لقمة واحدة وحكوم. ورانا أكل مصري. الله تخيل في الرياض. ورينا أطلافات. أحباو السلام عليك. هذا لذيذ قرع. والله زوجتي لازم تسوي قرع. ما رايح البعد. أما أول مرة. دقيقة تعال. خدي معاك. يا
الآن نحن في المطعم الرابع ليالي المحروسة أجواء مصرية، من لبناني لإيطالي ليوناني لسعودي نجدي إلى مصري، كلهم في موسم واحد، موسم الرياض يا جماعة. جاهز؟ إيه. أنت إيش هتشبع؟ باقي مطعم، باقي ليالي عدن يا حبيبي. أنت كيف أنت؟ أنا بصراحة حبدأ بالورق. طب لا استنى فسر لنا إيش الأكلات. كشري، أيوه، حمام، محمرة، ملوخية، رز أبيض، منبار. في كمان إذا أنت يعني ناوي، إذا في بامية وفي في أشياء حلوة. بسم الله الرحمن الرحيم. طعم جتاي. أنا بأوخر هادي من الطريق لأنه أنا كده متعود على الملوخية كده. الملوخية بطل. والله أنا بطل. أنا ما أمزح معاكم، عدينا 10,000 سعرة. اللي يقول إنه هذا ما هو تحدي، لا تسكت كده مع نفسك. تحقق حلمي. إيش ده يا سحس؟ ما خلص شيء للآن؟ حمامة؟ ملوخية؟ باقي محمرة. تخيل. نجيب الحلا ونجيكم يا برنس. كلفت ما لفت. ورجعنا للحلا يا جماعه الخير. دقيقه مهلبيه مهلبيه مهلبيه. بلحق قبل الحفله ومعالي يا جماعه الخير. بس فين المشكله؟ انه احنا لازم نختم عشان في حفله هنا. اول مره نصور في حفله. تعال اخذكم الحفله شويه. ودحين المطعم الخامس ليالي عدن. سمحونا على التفيله هناك في مصري، كان الوضع بداوا حفله وجينا بنحلي وبدات الحفله. انتوا شفتوا الحفله فما قدرنا، هضمنا شويه وجينا. فليالي عدن معصوب معصوب، مطبق مطبق، فول فول. كيف حالك؟ عبد الدجاج. عبد الدجاج جماعه الخير، انا انتهيت. صب لي شاي وشاي. ما أعرف كيف مشروب المفضل مع شاهي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. It's طهمجة تايم. أنا حبدأ بالمعصوب، يقولوا مرة لذيذ. هذا إيش اسمه قلتوا؟ عقدة الدجاج. سيب لي بس لقمة من المعصوب. أوكي. يعني اللقمة. أحلى شيء إنه جربنا كل أنواع الأكل من مختلف الدول في مكان واحد. السلام عليكم. هلا حبيبي، كيف حالك؟ قول لي انت عازف فين؟ عازف فين على الكيبورد؟ والله نعزمك على الطبق. لا تحرجني. اكلت تجلس معنا لازم تاكل. لا 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 حلوين. ايوه في نص الحلقه. يلا النافوره، يلا النافوره، مره خاقع النافوره جماعه الخير. وكده نكون وصلنا معاكم لاخر حلقه. ان شاء الله تكونوا انبسطتوا معانا. يعطيكم الف عافيه. لا تنسوا تسووا لايك شير سبسكرايب وتنشروا الحلقه في كل مكان. كان معاكم سلطان وسحس. في امان الله. موسم الرياض تحرروا.